وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف على الهواء مباشرة من الرياض المحلل السياسي أحمد ركبان. سيد ركبان، بعد هذا التصريح للسفير السعودي سمو الأمير خالد بن سلمان في واشنطن، هل نستطيع القول بأن النظام الإيراني وتنظيم القاعدة لهما ارتباط مصلحي وتهديد مشترك يستهدف دول المنطقة كافة؟ أولا الخير لكم في حكومة البحرين وشعبها الكريم وقاعدة البحرين العزيزة. الأمير خالد سلمان هو خرج من عائلة سياسية وعائلة محنكة، والده الملك سلمان بن عبد العزيز الذي حنك في السياسة منذ أكثر من 55 سنة تقريبا، ولذلك عندما يصدر هذه الأقاويل ويغرد بهذه التغريدات السياسية عن إيران فهو يدرك تماما ماذا تقدم إيران لمنطقة الشرق الأوسط من مشاكل ومن قلاقل ومن أيضا الحقيقة إرهاب، سواء كان على مستوى دول الخليج أو الدول الأوروبية وكذلك أمريكا. اليوم الأمير خالد أكد تماما علاقة إيران بالقاعدة منذ التسعينات تقريبا، منذ أن كان عماد مغنية وأيضا أسامة بن لادن لهما علاقة اشتركت في التحالفات وفي أيضا اللقاءات السرية، وكان أيضا قد اعترف أسامة بن لادن في ذلك الوقت بأن إيران هي المأمن الرئيس للقاعدة. لا تنسى أيضا أن نائب بن لادن وهو المصري الهارب إلى تيراهورا دائما موقعه يكون عادة في إيران. نعم. اليوم الحقيقة الأمير خالد أكد أيضا تورط القاعدة في كثير من الهجمات، وهي طبعا مثبتة لديهم لدى الأمم المتحدة، مثبتة أن لهم يد طولة في تفجير نيويوربي ودار السلام، وكذلك أيضا السفارات المتواجدة خاصة التابعة للولايات المتحدة الأمريكية. كذلك أخي العزيز أيضا إيران تؤوي الحقيقة على العديد من الإرهابيين، ولذلك كان لها يد طولة في تفجير بعض المساكن في المملكة السعودية خاصة التي يقطنها الأمريكيون. الغريب الحقيقة الأمريكان في وقت بن لادن في وقت الرئيس السابق لم يعني حقيقة نجد منه التفاعل القوي ضد إيران، بل بالعكس كان هو يعني شبه متواطئ مع إيران. اليوم الرئيس الأمريكي ترامب يؤكد تماما حزم الصارم ضد إيران، ولذلك يعني أصدر عقوبات اقتصادية على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية. طيب. الآن في سياق ما ذكرته سيد الركبان، من الملاحظ الجميع يلاحظ أن النظام الإيراني يعيش حالة من التخبط وأيضا من الارتباك بسبب الضغوطات الدولية التي يعاني منها، خصوصا بعد الاستراتيجية الأمريكية الأخيرة والانسحاب من الاتفاق النووي. أنت كمحلل سياسي كيف ترى انعكاسات الإصرار الأمريكي والدولي أيضا على كبح جماح النظام الإيراني على مستقبل المنطقة؟ صحيح سيدي، سؤالك جميل جدا. طبعا هو طبعا إيران تأثرت قبل أن يتولى الرئيس الأمريكي الحالي، وعندما تولى وأصدر العقوبات وبدأت العقوبات تأخذ طريقها في التنفيذ، إيران الآن منهزة اقتصاديا داخل إيران، ولذلك الآن تلاحظ كثير من الأسابيع تعاني إيران من الثورة الشعبوية داخل إيران. أعتقد أنه أيضا التخبط السياسي لدى إيران، لم تستطع إيران حقيقة إقناع الدول الأوروبية في أن تأخذ طريقها في إقناع أمريكا على أساس العقوبات الاقتصادية. إيران لدى الولايات المتحدة الأمريكية ملف ضخم جدا ومليء بإرهاب إيران، بدعمها للميليشيات، دعمها لبعض الأحزاب وخاصة في البحرين وفي المملكة العربية السعودية وفي الدول زي لبنان وزي العراق وكذلك أيضا سوريا. لا شك أن الحكومة الإيرانية الآن تعتبر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والحكومة الإيرانية السابقة مطلوبون لدى المحكمة الدولية. أنا أعتقد أن الضغوط الاقتصادية التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع المملكة السعودية ومع دول الخليج وخاصة طبعا الإمارات والكويت وكذلك البحرين، أنا أعتقد أنها لها تأثيرها الإيجابي وستخضع إيران لكثير من القضايا، خاصة عندما انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من التحالفات النووية. أنا أعتقد إيران خلال الأشهر القادمة ستتأثر بشكل كبير خاصة في الوسط الإيراني. نعم. إذن من الرياض المحلل السياسي أحمد الركبان، شكرا جزيلا لك.